شيء كأنه كورة. هاي جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. انا روان داش. من فترة كنت قاعدة بقرا تعليقاتكم كالعادة ولقيت التعليق ده، واللي هو اني اشتري اغلى وارخص كيكة في مدينتي. حبيت الفكرة جدا وعلى طول قررت اني اعملها، لكن بصراحة قلت لنفسي روان ليه ممكن تطلبي كيك عادي لما ممكن تطلبي كيكة على شكل وشك؟ وات؟ هطلب من اغلى وارخص محل ان هم يعملوا لي كيكه على شكل وشي تكون 3D، وهنشوف في الاخر مين هيعملها احلى. وقبل ما ابدا، هي دي تعليقات النهارده. عايزه اقول لكم شكرا من كل قلبي على كلامكم اللي يجنن، ولو انتوا كمان حابين ان التعليق بتاعكم انتوا يطلع معايا في الفيديو الجاي، كل اللي عليكم تعملوه هو لايك كبير على الفيديو ده وسبسكرايب لقناتي وسيبوا كل تعليقاتكم تحت وبس. ودلوقتي خلونا نروح ونطلب اغلى وارخص كيكه على شكل وشي. سو ليتس جو. اوكي يا جماعة، اول حاجة لازم اعملها هي اني اتصور صورة تكون موضحة ملامح وشي علشان ابعتها لاغلى وارخص مخبز ويعملوا لي زيها. 5 minutes later. اوكي يا جماعة، تصورت وفي الاخر طلعت بالصورة دي. حسيت ان دي هتكون انسب صورة يتعمل من عليها كيك لانه الملامح بتاعتي واضحة جدا فيها. فانا هعمله دلوقتي اني هبعت الصورة دي لاغلى وارخص مخبز وهطلب منهم يعملوها على شكل كيك وانهم يتفننوا ويعملوا الشكل اللي هم عايزينه. ودلوقتي كل اللي عليا اعمله اني اقعد واستنى الكيك. 1 week later. واخيرا جايز، الكيكات الاثنين وصلوني. عندنا ارخص كيك من ارخص محل واغلى كيك من اغلى محل. في الاول كده خلوني اقول لكم ان الموضوع ما كانش سهل ابدا. حرفيا قعدت يومين كاملين بحاول بس اني اخلي اي محل يوافق على الفكره المجنونه اللي انا عايزه اعملها. كلهم قالوا لي ان دي اول مره حد يطلب منهم الطلب ده ان هو يعمل وشه ككيكة. اضطريت ان انا اكلم الشيف بنفسي واترجاه ان هو يعمل لي الكيكة دي حتى لو مش هتطلع حلوة. الكيكة اللي من ارخص مكان كانت ب $150، والكيكة اللي من اغلى محل كانت ب $250. اول حاجة لاحظتها اول ما شفت الاثنين انه الكيكة اللي من ارخص مكان البوكس بتاعها اكبر واطول بكتير. خلونا الاول نبدأ بارخص كيكة. اوكي جاهزين تشوفوا ارخص كيكة من ارخص محل؟ انا مش جاهزة. 3, 2, 1. Oh my god! واو، صراحة أنا ما توقعتش أبداً أبداً إنه ده هيكون شكل الكيك. حبيت جداً جداً إنه عملوها 3D فعلاً. كنت خايفة إن هم ممكن يستسهلوا الموضوع ويطبعوا صورتي على الكيك، لكن لا، عاملين الكيك بطريقة احترافية جدا وحاولوا يقلدوا ملامحي على قد ما يقدروا. اوكي خلوني احاول اطلعها من البوكس مع انها تقيلة جدا. دي المفروض انها انا. ايه رأيكم شباب؟ عندي تعليقات كتير قوي واسئلة كتير قوي على الكيك دي. مش عارفة ليه قرروا ان هم يعملوا بس شكل وشي، يعني بس وش، مفيش رقبة، مفيش جسم، مفيش اي حاجة، بس وش. دي حاجة استغربت منها لانه لما بعت لهم الصورة قلت لهم يقلدوا نفس شكل الصورة بالظبط. اوكي خلونا الاول نتكلم على المميزات او الحاجات اللي انا حبيتها في الكيكة دي. اول حاجة مش هكدب عليكم، بس هي باين عليها ان هي متعوب عليها جدا. عاملين حرفيا الشعر خصلة خصلة، يعني كان ممكن يعملوا مثلا كريمة. واكتر حاجة حبيتها ان هم عاملين لي رموش، وكمان البورد اللي الكيك عليها نفسها معمولة من الفوندنت. هم نجحوا في حتة ان هم عرفوا يعملوها 3D، وهو ده بالظبط اللي انا كنت عايزاه. بس خلونا دلوقتي نتكلم على القناة. كل حاجة ممكن تعدي لحد دلوقتي الا حاجة واحدة، شكل مناخيري يا جماعة. اولا معرضين مناخيري قوي زيادة عن اللزوم، وهي مش كده اصلا. غير كده فتحات مناخيري ليه مكبرينها كده؟ لو اتنفست مرتين بسرعة بفتحة المناخير دي هشفط البلد بحالها. الابتسامة اللي هم عاملينها تحسوا ان انا شكلي مقروف. خلوني احاول اقلد الابتسامة اللي هنا دي. اوكي خلونا نتفق في الاول ان انا مش طباخه ولا خبازه. اكتر حاجه بعرف اعملها في المطبخ هي اندومي. لكن خلونا نتكلم شويه في الجزء الفني من الكيكه دي، واقول لكم من وجهه نظري الشخصيه البسيطه ايه الحاجات اللي كانت ممكن تتظبط علشان الكيكه دي تكون احلى. اول حاجه لاحظتها اول ما بصيت على الكيك هي النقطه السوداء اللي هنا من عند عيني. مش عارفه الحفره دي ايه سببها، لكن هي مش موجوده خالص عند العين الثانيه. ممكن يكونوا نسيوا ان هم يلونوها، او ممكن تكون ساحت في الطريق. تاني تعليق عندي هو عن المناخير. المناخير من فوق شكلها تمام، لكن لما تلفوها كده وتبصوا عليها من تحت هتشوفوا حاجات مش هتعجبكم خالص. ممكن ما تقدروش تناموا بالليل.
هو مناخيري في حاجات غريبة. اللي موحش الموضوع بجد ان في لونين مختلفين جوه المناخير. كان المفروض يكون لون واحد، يا اما كله يكون بيج يا اما كله يكون اسود. ونفس الحاجة عاملينها تاني عند الشفايف، بتحسوا ان الحتتين دول كده داخلين لجوه. كان ممكن يغطوها بعجينة السكر، كان هيبقى شكلها احلى وانعم بكتير. ده غير ان هم مزودين وشي تقريبا 17 كيلو. حرفيا عاملين كل حاجة فيا كبيرة، كل حاجة. عاملين وشي كأنه كورة حتة واحدة. هل الكيكة دي فعلا شبهي؟ انا بصراحة حاسة انه لا. انتوا اكتبوا لي تحت لو هي شبهي فعلا ولا لا. جه دلوقتي اكتر جزء مريب بالنسبة لي، وهو اني ادوق الكيك. دلوقتي المفروض ان انا حرفيا امسك السكينة واقطع حتة من وشي. هل ده معناه ان انا دلوقتي باكل نفسي؟ جايز الموضوع مخوفني قوي، وانا مش مرتاحة نفسيا وانا بعمل كده. بس خلونا نقطعها. هنقطع الحتة التانية من خدي وشعري. او ماي جاد، شايفين الكيك من جوه عاملة ازاي؟ شكلها يجنن. الكيك دي من جوه 6 طبقات. دي ممكن ان هي تكفي على الاقل 20 شخص. بدون مبالغة انسوا شكل الكيك، بس دي من احلى الكيكس اللي جربتهم يمكن في كل حياتي. اولا طرية جدا، طعمها يجنن بالشوكولات. ما اقدرش اكل كيك تكون ناشفة، بس الكيك دي حسيت ان هي لسه معمولة حالا. جواها عجينة شوكولاتة تقيلة مخلية طعمها رهيب. كطعم انا هديها 20 من 10. في الاخر عايز اقول برافو بجد للمحل ده، ان هم حاولوا على قد ما يقدروا يقلدوا شكل وشي وملامحي. خلونا دلوقتي نجرب اغلى كيكة من اغلى محل ونقيم ما بينهم، وفي الاخر اقول لكم اي واحدة حبيتها اكتر. يا رب تطلع 3D، يا رب. بسم الله. دي كانت اكتر حاجة انا خايفة منها، انه اطلب كيكة من مخبز تكون 3D ويجيبوها لي مطبوعة، انه وشي بس مطبوع عليها. خلينا نكون صريحين مع بعض، اي محل دلوقتي بتاع كيك يقدر ان هو يطبع اي صورة على اي كيك. بس بصراحة شكلها حلو قوي يا جماعة، خلوني الاول اطلعها من البوكس. اوه ملزوقة جوه. اوكي سو الكيك دي اخف من التانية على فكرة، مع انها مطبوعة بس شكلها حلو قوي، لانهم مقلدين نفس الصورة اللي انا بعتها بالظبط. تحسوا ان الصورة اتحولت لكيك، فالموضوع غريب قوي بس حبيت. زي ما قلتلكوا في الاول، طلبت من كل محل فيهم ان هو يتفنن ويعمل الكيك زي ما هم عايزين، فحبيت ان اغلى محل الكيكس عامل ميكس ما بين الكريمة والفوندنت والصورة دي. بحس ان هي تنفع جدا تكون كيكة لعيد ميلاد حد، يعني لو رحت عيد ميلاد ودي كانت الكيك بحس ان هي هتكون حاجة حلوة قوي. وبكل صراحة حسيت ان الكيك دي شكلها ارتب بكتير من الكيك التانية، مع انهم اختاروا الاختيار الاسهل ان هم يطبعوا صورتي على الكيك. بس عارفين ايه اكتر حاجة حبيتها؟ ان هم مش بس كده يعني لازقين صورتي على اي كيكة، لا هم عاملينها مجسم. حبيت حركة ان هم عاملين شعري بالكريمة، الحركة دي جديدة وحسيت ان هي يعني حركة حلوة. حبيت لون الشعر جدا، لانه انا شعري بني، وفعلا هم ظابطين لون الشعر زي لون شعري بالظبط. بغض النظر عن كل اللي قلته ده، بس بصراحة عندي كذا تعليق على الكيكة دي. بما اني دفع اكتر في المحل ده، فكنت متوقعة ان هم هيعملوها 3D او على الاقل هيحاولوا. حتى البورد اللي بعتين عليه الكيك مش حاطين عليه اي حاجة ولا اي شكل ولا اي ديزاين، ولا حتى حاطين عليه فوندنت زي المحل التاني. من على طرف الكيكة بتقدروا تشوفوا الحرف بتاع الستيكر، والمنظر ده مش حلو ابدا. من وجهة نظري كان ممكن ان هم يطبعوا بس الوش، اما باقي الجسم كله من تحت يخلوه فوندنت باللون الاخضر زي ما هم عاملين على الجوانب. في حتت كتير جدا على الكريمة اللي على الشعر، زي مثلا الحتة دي تحسوا ان الكريمة رايحة منها وانها متدمرة. هديهم عذر لانه بصراحة الجو بره حر، وهم جابوا الكيك دليفري فممكن يكون باظ في التوصيل. لاحظت برضو ان من هنا الكريمة بتاعت الكيك باينة زي ما انتوا شايفين. من كتر ما هم مكبرين الصورة ومقربينها جدا، الصورة مش واضحة ابدا. لكن غير كده بصراحة شكل الكيك طالع حلو، يعني طالع يمكن احلى من الاولانيه شويه. عارفه ان هي مطبوعه، وعارفه انه يمكن ما فيهاش جهد قد الكيك الاولاني، لكن عموما مريحه للنظر لما تيجوا تبصوا عليها اكتر من الاولانيه. وكمان انتوا شاركوني رايكم تحت. اوكي يا جماعه، طبعا مش هننهي الفيديو قبل ما ندوق الكيك دي، لازم ناخد حته من وشي، يعني لازم ادوق نفسي. اوكي هقطع حته من هنا. واو جايز، شفتوا الكيكه ازاي طريه؟ انا مش عارفه هي طريه ولا دايبه.
واو جايز، شوفوا الكيكة دي فيها 4 طبقات، التانية كان فيها 6 طبقات، فالتانية كانت أعلى. من جوه فيها طبقة فانيليا وطبقة شوكولاتة، وفي النص فيه كريمة الفانيليا. أنا ما بحبش خالص كيكة الفانيليا، بس خلونا ندوقها. بكل صراحة يا جماعة، في اللحظة دي أنا خاب ظني بطريقة مش طبيعية. طعم الكيكة دي معجبنيش خالص، مفيش طعم شوكولاتة ابدا، ومفيش اصلا اي صوص ولا اي حاجة، هي كلها عبارة عن كيك مع كريمة. الحاجة الوحيدة اللي حبيتها في طعم الكيك هو الفوندنت اللي لونه اخضر اللي من برا. جالي فضول دلوقتي اني اجرب طعم الشعر، لانها كريمة برضو للاكل، فخلونا نجربها. هبوظ شعري. اوه ماي جاد. اوكي انا مش عارفه لو ده كان للاكل ولا لا، بس اعتقد ان هو المفروض للاكل. طعمه غريب قوي، طعمه مش شوكولاته ابدا ولا كريمه، في طعم كده في الاخر زي طعم البلاستيك، في طعم غريب. لا 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 لا. يا جماعة وصلنا دلوقتي للحظة الحقيقة، وهو ان انا احكم ما بين الاثنين. قبل ما اقول لكم اي واحدة حبيت اكتر، انزلوا اكتبوا لي تحت تفتكروا انا هختار اي واحدة. اعتقد واضحة جدا انا هختار ايه. اوكي سو اكتر كيك حبيتها ما بين الاثنين هي الكيكة الرخيصة. اول حاجة سمعوا كلامي بالظبط وعملوها 3D زي ما انا طلبت منهم. تاني حاجة ان ارخص كيك فعلا كان باين عليها كمية المجهود والشغل اللي هم عملوه فيها. وطبعا اهم حاجة في الموضوع طعمها يا جماعة. بصراحة القرار كان صعب جدا اني احكم ما بين الاثنين، لانه الاثنين حلوين. انتوا كمان اكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتس، علشان حابة جدا اعرف اي كيكة حبيتوا اكتر، الكيكة الرخيصة ولا الكيكة الغالية. وبس جايز كده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. بليز ما تطلعوش من غير ما تعملوا لايك، واعملوا سبسكرايب في قناتي علشان تشتركوا فيها ونوصل 2 مليون. ودلوقتي عايزة اقول لكم thank you so much for watching، بحبكم قد الدنيا كلها، وان شاء الله اشوفكم في كل الفيديوهات الجاية. باي جايز.